يقول اذا اوصى الميت اهله ان يصنعوا لمن جاء للتعزية صنفا معينا من الطعام يقدم لهم، فهل اهل الميت ملزمون بتنفيذ هذه الوصية؟ لا، هذه لا تجوز، هذه الوصية لا تجوز، كون اهل الميت هم اللي يعملون الطعام هذا خلاف السنة. السنة العكس، ان اهل الميت يصنع لهم طعام من جيرانهم او من علم بحالهم، لانهم مشغولون بالمصيبة فيقدم لهم طعام يأكلونه، وان اكل معهم الضيف الذي جاء فلا بأس، اما انهم هم يصنعون الطعام للناس هذا خلاف السنة. نعم.